اهتموا بالتفاصيل، اهتموا بالأغنية، يبرفوا لها كثير، اشتغلوا عليها بروفات كثير، اختاروها بعناية، الكلمات، الألحان كلها ورشة عمل آي. لكن ده برضو ما انقرض، يعني ما انقرض، يعني موجود. يعني الليلة لو جبنا شفنا كاظم الساهر وجورج يوسف وطلال المداح وشيرين مثلا، إحلام، كمية من الفنانين، من الفنانين هم قاعدين برضو يهتموا بالأغنية. طبعا في أغاني أستاذ إبراهيم، في أغاني العفو أنا أشوف يعني أكذب عليك ما كان حد يغنيها، يعني عفوا هي غنوة يعني قديمة، بس يعني مو أنا، في بعض كمان فنانين يعني صاروا يغنوها رجعوا أحيوها. أحيوها أيوة، بس بإيش؟ بالإيقاع الجديدة، على أساس الشباب استسيقوها وهذا هو. طبعا في إلي أنا إنستغرام طبعا مقطع نزلته بأغنية أكذب عليك باللبس الفلكلور السوري، ان شاء الله بعد هلا شوي بنرجع يكون نلبسه ونشوفه. نعم، نالت اعجاب كبير. ده الموروث، ده الموروث حقنا، يعني احنا لابد من انه نحيوه من جديد، نحيوه بالشكل اللي احنا ممكن نملكه للاجيال، والاجيال بتعرف انه الاجيال بقت ماشيه على السريع كده. ايوه لازم انت تعمل لها حاجه تواكب. لازم عندك انت شيء من الموروث السوري القديم ممكن السوري القديم تغني لنا بحداثة؟ يعني شوف السوري القديم راح أسمعك مقاطع. جميل، تمام، لأن اللي سمعك يا هلا القديم في شامي حقيبة شامية في حلبي، تمام. في شامي في حلبي القديم، وكمان الطرب في شامي في حلبي.